السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتنا الصفحة الرسمية للأستاذ خلفة. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نعرض لتلاميذي الرابعة متوسط مجموعة من الخرائط الضرورية التي عليهم الاطلاع عليها قبل امتحان شهادة التعليم المتوسط. هذه الخرائط سوف تكون في مادتي التاريخ والجغرافيا، ذلك لأهميتها. والبداية مع مادة الجغرافيا، أول خريطة هي خريطة الموقع، ونقصد بالموقع هنا الموقع الجغرافي. ففي هذه الخريطة يتم تحديد الموقع الجغرافي الخاص بالجزائر، إذ أن البحر الأبيض المتوسط يحيط بها شمالا، والنيجر وبالي جنوبا، وكذلك تونس وليبيا شرقا، وأما غربا فالمغرب الأقصى والصحراء الغربية وموريتانيا. أما فيما يخص الموقع الفلكي فنركز على خط غرينتش الذي يقسم الجزائر إلى نصفين شرقا وغربا، وأما مدار السرطان فهو الذي يقع جنوب الجزائر وهو الذي يحدد العروض الحرة. الخريطة التي تليها هي خريطة التضاريس. هنا علينا أن نفرق بين إقليم الشمال وإقليم الجنوب، فنوضح المظاهر التضاريسية من سلسلتي الأطلس التلي كما هو موضح هنا، التي من جبالها جبال جرجرة وبابور والونشريس، ثم سلسلة الأطلس الصحراوي التي من جبالها الأوراس وأولاد نايل وكذلك عمور وغيرها من الجبال الأخرى، ثم يوضح بين الأطلسين الهضاب العليا، وفي شمال الجزائر يتطرق إلى السهول الساحلية وثم السهول الداخلية، وبعدها يتوجه إلى الإقليم الجنوبي الذي يتميز بجبال بركانية كجبال الهوغاري والطاسيلي، ثم الهضاب الصحراوية التي تسمى بالحمادات، بالإضافة إلى الإشارة إلى الرق والعرق التي هي كثبان رملية. وهذه الخريطة هي الأخرى تظهر تلك المظاهر التضاريسية بالتفصيل، وتسهل للتلميذ عملية المراجعة. ننتقل الآن إلى الخريطة الثالثة، ألا وهي خريطة المناخ. ففي مناخ الجزائر يمكن أن نوضح ثلاث أقاليم. المناخ الأول القريب من البحر الأبيض المتوسط، وهو المناخ المتوسطي الذي يتميز بغزارة التساقط، ثم المناخ القاري الذي يقع في وسط الجزائر الذي يتميز بارتفاع المدى الحراري، ثم المناخ الصحراوي الذي يشهد جفافا طول السنة. ثم الخريطة التي بعدها هي خريطة الأقاليم النباتية، وتدرج بين الشمال والجنوب من نباتات متوسطية وأخرى قارية وأخرى صحراوية كالصبار والنخيل. الخريطة التي بعدها هي خريطة السكان، حيث نوضح من خلالها توزيع السكان والكثافات المتنوعة. فالكثافة التي في الشمال هي كثافة مرتفعة نظرا لقربها من المسطحات المائية واعتدال المناخ. ثم الكثافة الثانية التي نجدها في المناطق الداخلية التي تكون متوسطة نوعا ما. وأما في إقليم الجنوب فنميز كثافة منخفضة أو نادرة نظرا لارتفاع درجة الحرارة. ننتقل الآن إلى الخريطة السادسة التي هي خريطة الموارد الطاقوية والمعدنية. فكما هو موضح هنا مجموعة من المعادن والموارد الطاقوية، فالبترول نجده في عين أميناس، وكذلك في حاسر مل وحاسي مسعود، وكذلك عين صالح، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الموجود في عين أميناس وكذلك حاسي مسعود وغيرها كالفحم الموجود في القنادسة، ومعادن أخرى كالحديد الموجود في الونزة والحجار، ومعادن أخرى نجدها في هذه الخريطة الموضحة. ثم ننتقل بعدها إلى مادة التاريخ، ومن أهم خرائط التاريخ خريطة المقاومة الشعبية المسلحة التي تظهر مجموعة من المقاومات، كمقاومة القبائل ومقاومة الأمير عبد القادر والمقراني والزعاتشة ومقاومة الصحراء أي مقاومة التوارق، بالإضافة إلى مقاومة الصبيحية وكذلك مقاومة بوعمامة وغيرها. الخريطة التي بعدها هي خريطة المناطق العسكرية، وهنا علينا أن نميز بين
المناطق العسكرية التي كانت قبل مؤتمر الصمام وعددها 5، وهي كالآتي: الأوراس والشمال القسنطيني والقبائل والجزائر ووهران. وأما الخريطة التي بعدها فهي خريطة الولايات التاريخية التي هي 6 ولايات كما هو موضح في هذه الخريطة. آخر خريطة هي خريطة مهمة وتم التركيز عليها بكثرة هذه السنة، التي هي خريطة بؤر التوتر كما هو موضح الآن. فهنا علينا التركيز على المناطق التي تشهد بؤر التوتر كليبيا وفلسطين وسوريا وأوكرانيا، وكذلك كوريا الشمالية وميانمار وباكستان وأفغانستان، وكذلك المكسيك وفنزويلا وغيرها. فقط ما ينبغي التنبيه عليه هنا أن التلميذ بإمكانه الحصول على ملخصات التاريخ والجغرافيا والتربية المدنية والتربية الإسلامية بصيغة PDF، صيغة مصورة، على قنواتنا في التليجرام، الصفحة الرسمية للأستاذ خلفة، أو غيرها من القنوات كالفيسبوك، صفحة الأستاذ خلفة للاجتماعيات، أو قناتنا هذه على اليوتيوب، التي نرجو منكم أن تنشروا وتشاركوا ليستفيد الجميع.